السلام عليكم، حياكم الله جميعا واهلا وسهلا بتربية الدجاج الزراعي. مثل ما دا تشوفون اليوم الاعمار مالهم ما شاء الله 23 يوم صارت اعمارهم ما شاء الله. اوزانهم كيلو 150 الى الكيلو 100، كيلو 150 يصل ما شاء الله، اوزانهم كيلو 150 اكثر شيء. اعمارهم 23 يوم ما شاء الله. درجة الحرارة حاليا داخل العنبر 27-28، لان برا الجو كلش حار، اربع مفرغات دا تشتغل بالاخير مثل ما تشوفون هناك. الوجبة الحمد لله لحد الان بدون علاجات وبدون ادوية، فقط لقاح واحد، والحمد لله مستمرين معاهم بال تربية والى الان، وان شاء الله هاي الوجبة راح تكون على خير. مثل ما تعرفون داخل كل مزرعة انا نزلت 60,000 طير، كل حقل ياخذ 21,000 طير، 21,000 20,500، يعني بالمتر المربع في تربية الدجاج الزراعي 17 طير. بس ان شاء الله الوجبة تجي راح اسويها 14 طير، لان الجو راح يكون بتموز. والسلام عليكم.